بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، حبيب إله العالمين المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا غريب كربلاء، يا السلام عليك وعلى أختك الغريبة المظلومة، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وشفاعتكم في الدنيا والآخرة. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ما عطشانا بشط فراته، إذا للطمت الخد فاطم عنده. وأجريت دمع العين في الوجه ناجي، إذا للطمت الخد فاطم عنده. وأجريت دمع العين في الوجه ناجي، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، توفوا عطاشا بالفرات فليتني، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، توفوا عطاشا بالفرات فليتني، توفيت فيهم قبل حين وفايا، صوتك الليلة بالنياحة ويا الزهراء تندب مع الزهراء،
توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفايا. قبور قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها يا صلوايا. ياتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فرايا. ياتي سأبكي حج لله راكبون، ونادى منادي الخير بالصلوات. ياتي وين الواسين بدمات سيدتي، كلنا اليوم جئنا نواسيك يا مولاتي، وين الياسين بدمات على ابني، على ابني الذي حزى رقبتي وثلاث ايام ظلت جثة ويلاه يا ابني لما حضرت. ويلاه ويلاه يا ابني لما غسلت جثته ودفنته، يا ولا غسلت جثته ودفنته، يا انت ولا نايح لناحته ويخته. أيتها الزينبيات نوحوا مع زينب. سيدتي جئنا الليلة نواسي زينب، يا ولا نايح لناحة ويختار على حسين ولا دور ضيم. ايه وعلى ابن والد عين الطليعة جفوف على النهر ظلت، جفوف على النار ظلت قطيع. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
وقرآنه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ إذا ممكن أطلب من الإخوة أيضا أعتذر منكم أخرى رجاء عن القيام وحاولوا التقدم أكثر ما تستطيعون. صلوا على محمد وآل محمد. فضلوا إخواني هنا جزاكم الله خيرا شوية أشغلوا هذا المكان. رحم الله والديكم. قوموا بارك الله بكم تقدموا إلى الإمام أمام. رحم الله والديكم. أكو أخوة واقفين في الخلف جزاكم الله خيرا. لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. تفضلوا إلى الأمام. تفضل أخوي تفضل. هذه أماكن هنا جزاكم الله خيرا. لشفاء المرضى صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. الليلة بإذن الله تعالى بصورة مختصرة نختم السلسلة التي بدأناها في بداية هذا الشهر الفضيل من بعض الأهداف الحسينية التي تطرقنا لها، ومن أهمها أن العقيدة تكون عند الإنسان صحيحة، ومن جملة الأمور التي تطرقنا لها أن على الإنسان المؤمن المتقي أن واقعا يحاول في هذه الليالي العظيمة أن يغير نفسه، وذكرنا عدة أمثال وطرق عن تغيير النفس وتربيتها تربية روحية صالحة، وكما ذكرنا عن تربية الأولاد، وكذلك عن المعاملة مع الناس خصوصا مع الزوج أو مع الزوجة، ويجب الاحترام بين الزوج وبين الزوجة وبين المؤمنين عامة. اليوم بإذن الله تعالى نختم حديثنا هذا. طبعا المجالس إن شاء الله مستمرة غدا إلى ليلة 13 من المحرم إن شاء الله، أكون في خدمتكم إن شاء الله. وعادة خادمكم الصغير في ليلة 13 من المحرم أخصص مجلس العزاء للزهراء سلام الله عليها، فإن شاء الله يكون ختام ذلك المجلس من خادمكم الصغير بذكر الزهراء عليها السلام صاحبة العزاء وصاحبة المصيبة الكبرى سلام الله عليها. ولكن في هذه السلسلة العشرة أيام نختم هذا الحديث بأربع مفاهيم مهمة جرت في مثل هذه الليلة، الليلة العاشرة من المحرم، ليلة العاشر من شهر المحرم من الحرام. وهذه المفاهيم الأربعة أجمعها بكلمة وهي دعاء، حرف الدال وحرف العين والألف والهمزة. الدال يشير إلى الدعاء، العين إلى العقيدة، الألف إلى الأحكام، والألف الأخرى أو الهمزة إلى الأخلاق. وهذا واقعاً ما يلخص ديننا. الدين مالتنا هو هذا. الدين شنو هو؟ الدين عقيدة، الدين هو أحكام تعمل بالأحكام، والدين هو الأخلاق المعاملة. عندما التقى جيش طالوت الملك على قلة عددهم، طالوت كان ملكاً من ملوك بني إسرائيل، دعوا الله سبحانه وتعالى أن يرسل لهم ملكا، لأن عند بني إسرائيل كان هناك أنبياء وكان ملوك، فدعوا الله طلبوا من نبيهم أن يرسل لهم طالوت، أن يرسل لهم ملكا، فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم طالوت حتى يحاربوا طاغي عصرهم، ملك ظالم كان اسمه جالوت. جالوت
كان ظالما، فأرسل الله سبحانه وتعالى طالوت ملكا. جرت أمور، احتجاجات إلى آخره. المهم انطلق طالوت بجنوده لمواجهة الملك المتجبر المتكبر جالوت. في الطريق امتحن طالوت جنوده، مروا على نهر، قال لا أريدكم أن تشربوا من هذا النهر إلا من اغترف غرفة بيده فقط، ما حد ما يشرب، وكانوا عطاشا، عطش شديد، حر. فعند الابتلاء سقط كثير منهم في الامتحان وشربوا من الماء، فلما شربوا من الماء قال لا حاجة لي بكم، أنتم اللي شربتم الماء أنا بعد ما أريدكم، اذهبوا انصرفوا. هنا نرى عظمة العباس صلوات الله وسلامه عليه، وصل إلى الماء، جعل يده في الماء، شعر ببرودة الماء، وكان قلبه كالجمر من العطش، ولكن لم يشرب، ثبت. فهؤلاء الذين ثبتوا مع طالوت توجهوا الآن، وكانوا قليلين جدا، بعض الروايات تشير أن عددهم كان 313 رجل فقط، 313، نفس عدد مقاتلي بدر، ونفس العدد الذي إن شاء الله سيكون من قادة جنود صاحب العصر والزمان عند ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ندعو الله أن يوفقنا لرؤية ذلك اليوم إن شاء الله، ونحن نكون معه وهو يرفع راية العدل، ونقول الحمد لله رب العالمين. فهؤلاء 313 رجل الآن أتوا أمام الطاغية جالوت مع جنوده وجيشه، فماذا يفعلون؟ توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، الدعاء، الدعاء. ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ بمعنى كيف إن إذا أنت عندك في الدلو دلو تفرغه، تصبه صبا، يعني يا الله صب علينا الصبر صبا، صبه علينا. هذا طالوت، عفوا جالوت، قادم مع جيش جرار كبير عظيم، ولكن نحن قلال، ولكن أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفعلا نصرهم الله سبحانه وتعالى، نصرهم الله، فقتل داود جالوت وانتصر الجيش. الدعاء. وكذلك جيش الإمام الحسين سلام الله عليه، نرى أن الإمام سلام الله عليه انتصر في تلك المعركة. يقول أنطوان بارا، أنطوان بارا عنده كتاب الحسين في الفكر المسيحي، يقول في ذلك لم تحظى ملحمة إنسانية في التاريخين القديم والحديث بمثل ما حظيت به ملحمة الاستشهاد في كربلاء من إعجاب ودرس وتعاطف. ويصفها، يصف الملحمة بأنها الأولى والرائدة والوحيدة والخالدة في تاريخ الإنسانية، مذ وجدت وحتى تنقضي الدهور، إذ هي خالدة خلود الإنسان الذي قامت من أجله. فعلا الملحمة خالدة، والحسين خالد منتصر. أحييت دين الله يا ابن محمد
وبذلت دون الذب عنه وجودا، وسللت سيفك في وجوه طالما اتخذت لها طيش الهوى معبودا، وشرعت رمحك في صدور أضمرت لبني النبي ضغائنا وحقودا، تبت يدا فئة جفتك ونافقت في الدين واختارت عليك يزيدا. يا قدوة الأحرار قبرك مخبأ الأسرار، لاذ به العفاة وفودا، هو مهبط البركات قد حفت به زمر الملائك ركعا وسجودا، يلقى به درس الإباء لمن له قلب وألقى السمع ثم شهيدا، يدعو هتافا بالدين تحملوا ضيما وأحنوا للمذلة جيدا، ثوروا على الطاغي ثوروا على الظلم العتيد وقاتلوا الطاغي العنيد، لكي تنالوا المنشودة كي تبلغوا المنشودة، واسترخصوا الأرواح في نيل العلا، واسترخصوا الأرواح في نيل العلا، لا ترهبوا ولا تخشوا الإرهاب والتهديدا، عش خالدا فالبيض في صفحاتها كتبت لذكرك يا حسين خلودا، فليحيا ذكرك يا حسين ممجدا وليبقى ذكرك يا شهيد مجيدا. نعم، ستبقى الثورة الحسينية خالدة. الإمام سلام الله عليه بالدعاء من أول ساعة في يوم العاشر من المحرم ابتدأ يومه بالدعاء: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. توجه إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء يعطي الإنسان واقعا مفاهيم عظيمة عن العقيدة. نحن نتكلم أيضا عن العقيدة من دروس هذه الليلة، العقيدة يعطي دروسا في العقيدة، وهو سلام الله عليه على رمضاء كربلاء في ساعاته الأخيرة لحظاته الأخيرة، وإذا به يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم أنت متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال، حتى يقول سلام الله عليه: قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، مدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا، إلى آخر الدعاء. مفاهيم عالية في العقيدة. آخر لحظاته هو على رمضاء كربلاء، بعد لحظات يذهب إلى الجنة، ولكن لا يقطع ينقطع لسانه من الدعاء والذكر. فواقعا يا أخواني أخواتي، علينا بالدعاء، الدعاء الدعاء، والتوسل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنتم ضيوف الآن عند المولى سلام الله عليه. الدعاء إن شاء الله في هذا المكان الشريف وفي هذه الليلة العظيمة وأنتم ضيوف عند المولى إن شاء الله مستجاب. يروي أحد العلماء يقول عن أحد الخطباء خطيب، هالقضية يمكن قبل حوالي 80 عام، قبل 80 عام هالقضية، أحد العلماء يذكرها في بعض الكتب، يقول هذا الخطيب هذا يقول: دعيت إلى باريس للخطابة قبل حوالي 80 عام. يقول: فلما وصلت كنت أحاضر، جاء رجل فرنسي قال: أنا عندي نذر أن
تقرأ المحاضرات عندي في المنزل 10 أيام، 10 ليالي مثلاً أو 10 أيام محاضرات عندي بالبيت. رجل فرنسي، فيقول كلموني الجماعة قالوا لي تقبل ما يخالف ما عندك مانع؟ قلت له ما يخالف، بعد المجلس كل ليلة نروح بيته إن شاء الله نسوي مجلس. يقول كنا نقرأ كل ليلة مجلس بعدين نروح عنده في المنزل. ليلة 10 من المحرم مثل هذه الليلة يقول انشغلنا شوية، البرنامج طول فما رحنا له. جاء في اليوم الثاني غاضبا، انتوا ليش ما اجيتوني البارحة؟ قلنا له شوية البرنامج طول كذا. قال انزين لعد اليوم خلوا ختام المجلس حتى النذر مالتي 10 أيام يكمل. يقول كملنا المجلس، جاء ليعطيني 100 قطعة ذهبية، 100 ليرة ذهبية بذاك الزمان قبل 80 عام. يقول قلت له ما سرك؟ أنت شنو قضيتك؟ أنا ما أخذ منك هذا الأمر، أنت شنو قضيتك؟ ما أمرك؟ يقول واقعا أنا تاجر ذهب. العام الماضي ذهبت إلى مدينة مومباي في الهند، عندي تجارة في الفندق، كان عندي صندوق الذهب مالتي وهذا رأس مالي كله هو بهذا الصندوق. جئت إلى الفندق وإذا بي أرى الصندوق قد اختفى. يقول تأثرت، يقول هاي رأس مالي كله أنا هنا وأنا بهذه الدولة الغريبة، ما أصنع، شو أسوي، شنو؟ يقول واقعا حتى كنت أن أصاب بالجلطة القلبية، هو يقول نوبة القلبية. أنا في همي هكذا حائر، يقول وإذا أبي أسمع أصوات خارج بقى بالفندق، أصوات عالية وكذا، بكاء نحيب. يقول فمددت رأسي شفت مسيرة ناس قاعد يمشون بالآلاف يبكون يلطمون يندبون. يقول انزلت صاحب الفندق قلت له ما الأمر شنو صاير بقى شو القضية؟ قال لي إحنا هذا الشهر عندنا يسمى شهر المحرم، هذا شهر المحرم. يقول ذولا يندبون شخصية عظيمة عندهم اسمه الحسين، وهذا ابن بنت نبيهم، هذا ابن بنت النبي مالتهم قتل في هذا الشهر، فهو أولا يندبون يبكون عليه. يقول أنا همنا من حرقة قلبي طلعت قمت أندب معهم، أندب وياهم، أنا همنا قمت أطلع أبكي معهم. بعدين يقول خطر في ذهني قلت يا رب إن كان هذا الرجل واقعا عظيم كما يقول هؤلاء فأرجع لي صندوق الذهب. يعني هذا رجل غير مسلم توسل بالحسين عليه السلام. يقول ماكو بعد لحظات، يقول أنا نذرت قلت إذا فعلا يجيني إذا صدق هذا رجل عظيم أنا السنة القادمة العام المقبل في فرنسا أروح أقيم له مجلس عزاء 10 ليالي وأعطي 100 ليرة ذهب. يقول ما أنت كم أتممت هذا النذر بيني وبين الله. يقول فجأة يجيني فد واحد ما أدري من وين طلع، ما أدري من وين جاني، شخص جاءني يركض، يقول دفع إلي الصندوق وراح ركض راح. يقول شفت الصندوق، هو هذا نفس الصندوق اللي أنا مالتي، هو هذا صندوق الذهب مالتي. يقول فذهبت إلى الغرفة إلى الفندق، رجعت إلى الحجرة فتحته وإذا به كامل لم تنقص منه ولا قطعة واحدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس بالثانية، اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة على محبة الزهراء، اللهم صل على محمد. فيقول لذلك هذا العام أنا نذرت النذر، أنا رجل فرنسي بس هذا أنا عندي اعتقاد بهذا الشخص. فيا مؤمنون إذا كان رجلا لا يعتقد بالحسين عليه السلام يدعو الحسين ويتوسل إليه فيجيبه، فما بالك بنا نحن؟ أقول سيدي أبا عبد الله إحنا هنا نضيوفك الليلة، جئنا في مجلسك نواسي الزهراء عليها السلام، حاجة واحدة فقط عندنا شفاعتك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة بس. لما تغمض هذه الجفون في تلك الساعة التي لا ينفع بها بعد لا مال ولا أولاد ولا أهل ولا صديق،
فقط ولايتكم أهل البيت سلام الله عليه في تلك الساعة كلنا يا مولاي عندما يضعونا في القبر في تلك الساعات العسرة الحرجة في المحشر خذ بيدنا حتى توصلنا الجنة إن شاء الله. واقعا الإنسان إذا عنده عقيدة بأهل البيت ما يردوا. انظروا إلى زكريا، زكريا النبي صلى الله عليه وآله، انظروا إلى دعائه، ما قال في الدعاء في سورة مريم؟ قال ولم أكن بدعائك ربي شنو؟ شقيا. شنو يعني لم أكن بدعائك ربي شقيا؟ يعني يا رب ما في يوم أنا طلبت منك طلبا إلا واستجبته لي. وهناك بعض الروايات تشير إلى أنه توسل بالحسين عليه السلام أن يرزقه الله بولد بصبي صالح يواسي به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. وفعلا رزقه الله بيحيى واستشهد مواساة للحسين عليه السلام حيث قطع نحره ووضع في الطشت الذهب. فمن توسل بالحسين عليه السلام ولم أكن بدعائك ربي شقيا واقعا يستجيب له. الدعاء، إن تواجهنا المشاكل ندعو، في الرخاء ندعو، في السراء ندعو، في الضراء ندعو، ادعو الله دائما. بل بعض العلماء يقول ادعو الله في كل لحظة في كل ساعة، عودوا لسانكم على الذكر، وخير ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكما جاء في الحديث الشريف عن الرضا عليه السلام مضمونه إنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماكو مكان، ماكو مجال. فهذا المفهوم الأول، الدعاء ندعو، ماكو مكان. سامحنا شيخ بعد مرة، يلا بعد الحج يقول ممكن رجاء تقومون، رحم الله والديكم، أكو هواية واقفين بالباب، أرجو المعذرة منكم أخواني، بس اللي عنده تكرمون هذا الحذاء لو تخلوه في أحضانكم، في أحضانكم حتى شوية يصير مجال، رحم الله والديكم، أجركم إن شاء الله على الحسين إن شاء الله، تقضى حوائجكم بالقيام وبالتقدم وبالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قدم حبيبي، رحم الله والديك، رحم الله والديك، الله يوفقكم إن شاء الله، يقضي الله حوائجكم. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. المفهوم الثاني هذا الدعاء، فعلينا دائما بالدعاء، الدعاء الدعاء، وإن شاء الله لا يرد القضاء إلا الدعاء كما جاء في الحديث الشريف. وما عندك مشاكل ادعو الله، تقول يا ربي أريد أن أوفق أن أتغير الليلة، واقعا ادعو بهذا الدعاء، قل يا ربي حسن أخلاقي عقيدتي خل تصير أقوى، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، ادعوا بهذا الدعاء، ولكن من قلبكم، من قلبكم ادعوا هذا الدعاء. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إن شاء الله تستجاب الدعوة، ولكن علينا أن نسعى نبذل المجهود. هذا الدعاء المفهوم الأول، الإمام قضى الليلة بالدعاء، ليلة بالدعاء هو وأصحابه، يوم العاشر قضى اليوم بالدعاء، بالدعاء يدعو ويدعو ويدعو إلى آخر لحظة، الدعاء في كل لحظة. واحد، اثنان، العقيدة، العقيدة
العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة، كلنا نحب الحسين عليه السلام، ولكن ما هي درجة الحب؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إحنا حبنا شقد؟ المودة هاي مالتنا شقد المودة؟ مع الأسف البعض عنده مودة سطحية، ولكن ندعو الله الليلة أن تزيد المودة، صير مودة عميقة، يعني نتصرف ويا بعضنا البعض كأني أرى الحسين عليه السلام أمامي. أنا إذا أشوف الحسين عليه السلام أمامي شلون يصير تصرف فيه؟ كيف أجلس إذا كان الحسين عليه السلام أمامي؟ يروى عن الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، هذا العظيم، الرجل العظيم، هذا المخلص، هذا يقال لما كان يريد أن يكتب كتابا أو حديثا، أول شيء يروح يتوضأ، يجلس في المحراب أو يتوجه إلى القبلة بصيغة التشهد، بصورة التشهد. شلون تقعد للتشهد؟ إتشي هو يقعد ويلزم القلم ويقعد يكتب، يعني بإجلال باحترام للمولى سلام الله عليه، إتشي. لذلك لعله من أسباب التوفيق، شمعنا هذا الله وفاه من أسباب التوفيق هالشكل. فنحن ندعو الله بالعقيدة واقعا تكون عقيدتنا أن الله يوفقنا أن نكون كمن يرضى الحسين. إخواني تدرون يروى في البحار، يروي المجلسي رضوان الله تعالى عليه، أن المفضل ابن عمر دخل يوما على الإمام الصادق سلام الله عليه، فنظر إليه الإمام سلام الله عليه وقال له: يا مفضل، وربي إني أحبك. قال له: يا ابن رسول الله، أخشى أن تجعلني في منزلة لست بأهل لها، خاف أنا مو أهل هالكلام، أنا وين، أنت تحبني؟ قال: لا يا مفضل، لا تقل ذلك. فجاء بصندوق، فتح الصندوق، استخرج منه ورقة طويلة، يقول صحيفة طويلة، يقول وأشار وضع يده هنا، قال لي: اقرأ يا مفضل، هذه صحيفة أسماء شيعتنا، وهذا المفضل ابن عامر. ما أدري أنا وياكم في هذه الصحيفة أو لا، علينا واقعا أن نراجع أنفسنا. إحنا نحب الحسين سلام الله عليه، ولكن ليش أكو مشاكل بيننا؟ ليش أكو مشاكل بين الزوج وزوجته؟ لماذا؟ ليش؟ شوية اصبر، فلنتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله. سئلت بعض زوجاته ممن ذكرنا في القرآن الكريم بالتظاهر على رسول الله صلى الله عليه وآله، سئلت: هل في يوم من الأيام صرخ عليكم، ضربكم، يضربكم كان النبي؟ قالت: أصلا ما كان يرفع صوته علينا، صوته ما كان يرفعه يضرب أبدا، وين، حاشاه. زي هذا مو أسوة، إحنا مو نحب الرسول صلى الله عليه وآله، علينا أن نتأسى به. المؤمنون، ليش أغلط على مؤمن؟ ليش أجرح مؤمن؟ لماذا؟ علينا أن نحاول أن نتغير. الليلة ليلة الدعاء بالتغير، قل: يا أبا عبد الله، أريد أن أصير من شيعتك إن شاء الله، من شيعتك، ولكن علينا بالعقيدة القوية. في هذه الليلة وقف الحسين عليه السلام مخاطبا أصحابه قائلا: إني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا، ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء غدا، وإني قد رأيت لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، أنتم في حل من بيعتي، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، يعني حتى أهل بيتي هم اطلعوا، أهل بيتي هم روحوا. بعد شوفوا رحمة الحسين: فجزاكم الله جميعا خيرا، يدعو لهم يقول: عوفوني وجزاكم الله خيرا، بعد اتركوني وجزاكم الله خيرا، فجزاكم الله خيرا، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم،
فإن القوم إنما يطلبوني ولو أصابوني لذهلوا عن طلبي غيري. الجماعة يردوني أنا، أنتوا عوفوا وبعد جزاكم الله خيرا، الله يبارك بيكم روح. فما كان موقف الأنصار؟ تراهم واحدا تلو الآخر بصيغ مختلفة، بصيغ مختلفة. يقوم مسلم ابن عوسجة يقول: والله لو قتلت فيك 70 مرة ما تركتك. زهير بن القين بصورة مشابهة لهذه الصورة. عبد الله بن سعيد الحنفي صورة شبيهة لهذه الصورة. حبيب بن مظاهر الأسدي، وهكذا واحدا بعد الآخر: لا نتركك حتى لو نقتل، نقطع 1000 مرة لا نتركك. ما هذا الحب؟ ما هذه العقيدة؟ هذا ما يريده الحسين سلام الله عليه في الثورة. عقيدتك بالله سبحانه وتعالى، عقيدتك بالرسول صلى الله عليه وآله، عقيدتك بأهل البيت تكون كذلك. فنحن أيضا ندعو الله في هذه الليلة أن يجعل إيماننا أكمل الإيمان ويقيننا أفضل اليقين إن شاء الله. العقيدة، عقيدة سليمة. ثالثا الأحكام. بدأ الجيش بالهجوم ليلا على الحسين عليه السلام، فقال لأخيه العباس: يا أبا الفضل اذهب إليهم واطلب منهم أن يمهلونا سواد هذه الليل، فإن الله يعلم أني ما زلت أحب الصلاة. شنو يعني ما زلت أحب الصلاة؟ لعله من الوجوه في التفسير هنا، إذا يجي فد شخص إلى معلم، إذا يجي فد معلم إلى تلميذ يقول له: ابني شوف باكر أنت أكو امتحان، بس باكر أنت 100% حتاخذ 100%، أنت ناجح 100%، باكر أنا أعطيك ضمان أن أنت باكر ناجح 100%. هذا التلميذ عادة إذا كان يدرس قاعد يقرأ الكتاب، من يسمعك كلام شي يسوي عادة؟ يغلق الكتاب ويمشي، يقول خلاص عاد إذا ما طول أنا ناجح 100%، هذا المعلم ضمن لي النجاح، إيش عندي إذا أقرأ وتعب نفسي؟ سد الكتاب وحطه على كتب. عادة هكذا، عادة الإمام سلام الله. ولكن أحيانا يأتي المعلم إلى التلميذ يقول له: أنا أعطيك ضمان، أعطيك ضمان أنت ناجح 100%، بس التلميذ يقعد يقرأ يقول له: ليش خو أنت ناجح بكرة ناجح، أنت 100% ضمان أعطيك. يقول لك: ما يخالف، بس أنا أحب هذه المادة، أنا أحب القراءة، أريد أن أتعلم، أنا أحب هذه المادة، بعدني أحب أتعلمها، ما يخالف أنا أدري ناجح، بس أريد أن أتزود. لعله من هذا الوجه، لعله يعلم المولى سلام الله عليه غدا أنه ماض إلى الجنة، صائر إلى الجنة، يعرف 100% ما بها مجال، ولكن لازلت أحب الصلاة، بعدني أحب أتزود، أتزود من الصلاة. ما يسد الكتاب ويعوفه، لا. فإخواننا الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة. وقت الصلاة خنحاول نترك كل شيء ونقف للصلاة إن شاء الله. إذا كانت فرصة لصلاة الجماعة نصلي الجماعة. أبو ثمامة الصائدي جاء إلى الحسين عليه السلام في 10 من المحرم، قال: يا ابن رسول الله، الله يعلم أني لا أحب شيئا أكثر من أن أستشهد أو أقتل دونك وفي الدفاع عنك، ولكن أود أن ألقى الله وقد أديت هذه الصلاة. فقال له المولى سلام الله عليه: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. وفعلا وقفوا للصلاة في تلك الساعة الحرجة. هذه الأحكام مهمة، لازم نعلم أولادنا هذا الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الطهارة نعلمهم. قبل أيام أو قبل فترة دخل علي رجل لعله كان في تقريبا في 40 من سنه تقريبا. هذا الرجل المؤمن دخل علي قال لي: مولانا أنا حروح للحج، رايح للحج إن شاء الله، ممكن تشوفني شلون أتوضأ؟ نظرت إليه وضوءه خطأ، وضوءه باطل، وقع الوضوء مالته. رجل في 40 من سن من عمره 40 سنة تقريبا، 45 بالحدود. فقلت له: انظر إلي، شوفني أنا شلون أتوضأ وإن شاء الله تتعلم الوضوء. فتوضأت أمامه. زين رجال في 40 من عمره لما لا يحسن الوضوء؟ الإمام الصادق عليه السلام يدخل عليه رجل من أصحابه يقول له: قم فصلي أمامي. يصلي ركعتين كما يذكر الصدوق في أماليه هذه الرواية. هذا الرجل يقف يصلي ركعتين أمام الإمام. الإمام سلام الله عليه يقول، ينظر إليه يقول: ما أقبح المرء أن يصل في العمر من 50 من عمره ولا يحسن الصلاة. عمرك 50 سنة صاير وبعدك صلاة ما صلي بعدل،
ما تعرف مثلا معنى القيام، الأركان في الصلاة ما هي، التلفظ الصحيح للكلمات مثلا، من هالأمور. خطأ شائع عند العراقيين، خصوصا العراقيين، يجعلون حرف الجيم حرفا شمسية وهو حرف قمري. الكثير من العراقيين لما يقول الجنة، الجنة خطأ، الجنة مثل ما تقول الجمل وليس الجمل. في الصلاة انتبهوا انتبهوا، الجمل، الجنة، من الجنة وليس من الجنة والناس، من الجنة. هذه الأمور واحد يلتفت لها، هاي الأحكام، الأحكام، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الغسل، الوضوء إلى آخره. نعلم أولادنا هذه الأحكام المهمة. الإمام قرأ القرآن تلك الليلة، صلى تلك الليلة وأصحابه يصلون قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، لهم دوي كدوي النحل. وأخيرا الأخلاق، الأخلاق، الأخلاق. انظر إلى أخلاق هؤلاء الأصحاب أهل البيت عليهم السلام، كم لهم من الأخلاق العظيمة. يجيئون إلى المولى، يقبلون يد المولى ليأذن لهم بالخروج، ما يجي والعياذ بالله والعياذ بالله. شوفوا أخواني، أكو نقطة شوية واحد جيد يلتفت لها، أنا أوجه نفسي أولا إليها. خدمة المولى أبي عبد الله شرف، شرف، وخدمة خدام المولى أيضا شرف. نقرأ في زيارة عاشوراء: الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي شنو؟ أوليائكم. يعني معرفة الأولياء، أنتم إن شاء الله من الأولياء، معرفتكم كرامة، كرامة يكرمنا الله بها. أنا لما أخدمك أنت المتفضل علي، مو أنا المتفضل عليك. لازم هذه الروحية تكون عندنا. أنا من أخدم هنا، أنا حاضر بهذا المجلس، أنا أحضر في هذا المجلس، أنت المتفضل علي، مو أنا المتفضل عليك، أنا جاي بمجلس مالتك، لا أنت المتفضل. لازم روحيتنا تصير هيك روحية، هيك تصير عندنا روحية، نقدم العطاء واقعا من قلوبنا. ترى الأصحاب يأتون واحد بعد الآخر، ما يجي والعياذ بالله والعياذ بالله يأتي ويمن على الحسين، يعني أنا جاي واقعا وراح أضحي على مودك والعياذ بالله، أبدا. أنت المتفضل علي يا أبا عبد الله. لذلك ترى جون يرمي نفسه على يد المولى وعلى قدميه ويقول له: ائذن لي يا ابن رسول الله، ائذن لي في الخروج. يتوسل. ترى غلاما صغيرا قتل أبوه في أو قتل أباه في المعركة، يأتي يتوسل، يقول الحسين ارجع إلى أمك، يقول: أمي هي التي أرسلتني يا ابن رسول الله. ويخرج وينادي: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. هذه هي الأخلاق الحسينية، علينا أن نتحلى بها، نكون كالحسين سلام الله عليه وأصحاب الحسين سلام الله عليه. في هذه الليلة ندعو الله سبحانه وتعالى ببركة هذا المجلس الشريف وببركة المولى سلام الله عليه أن يجعل أخلاقنا مكارم الأخلاق، وأن يجعلنا من شيعة محمد وآل محمد المتقين، نحن وذريتنا إلى يوم الدين، ومن خدمتهم المخلصين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ولكن إخواني علينا بالعمل، علينا أن ننوي التغيير. رجاء أرجوكم، خادمكم الصغير يتوسل إليكم، فلنغير أنفسنا، نغير أخلاقنا، لا نخرج من المجلس كما دخلنا. أبو حمزة الثمالي يقول: جئت إلى البقيع لأزور، فجاءني رسول مولاي الصادق عليه السلام قائلا: يا أبا حمزة أجب مولاك. فذهبت إليه، ما إن رآني بعد السلام قال لي: يا أبا حمزة إني لأستريح لرؤيتك.
بالله عليكم أنا أسأل نفسي أولا إذا شافني الإمام يقول لي أستريح لرؤيتك أو العياذ بالله يعرض بوجهه يعني والعياذ بالله. فعلينا واقعا أن نراجع أنفسنا. هذه الليلة ليلة التغيير. كلنا أولا النفس إنسان مع نفسه مع ربه مع أهل البيت يتغير مع زوجته مع أطفاله مع زوجها أطفالها. نبدأ التغيير الليلة مع الناس في المجتمع. نحترم كل إنسان في المجتمع. الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. نحترم كل الناس. لذلك لما نخرج كما تفضل المؤمنون هنا قالوا لما تخرجون تخرجون بكرامة بعزة ولكن باحترام للجيران من جميع النواحي من جميع النواحي. هذه الليلة ليلة الدعاء ليلة الدعاء. تدخل زينب على رسول على مولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وهو يقول يا دهر أفل لك من خليلي. سمعته زينب سلام الله عليها يا قالت أخي أبا عبد الله يا هذه الليلة الموعودة يا يروى أنه لما كان أمير المؤمنين عليه السلام على فراش موته دخلت عليه زينب ناشرة شعرها يا قالت أبي يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك سؤالا. نعم بني ما بكي لم تبكي لم ناشرة شعرك؟ قالت سمعت حديث أم أيمن. وما حديث أم أيمن الذي سمعتيه؟ قالت سمعت حديث كربلاء يا فبكى أمير المؤمنين عليه السلام. قال نعم يا زينب ولكن هناك أمر ما ذكرته لك أم أيمن. ما ذلك الأمر؟ ستدخلين الكوفة مرة أخرى يا زينب. ولكن في تلك المرة ماكو بعد أبا عبد الله ماكو العباس أنا مو موجود الحسن مو موجود. تدخلين سبيا فجعلت تخاطب المولى أبو عبد الله الحسين أبو عبد الله أخي الوداع الوداع يا فجعلوا يتوادعون مع بعضهم البعض رملة تشم القاسم ليلى مع الأكبر. ولكن لا أدري إن كانت الرباب تعلم ما سيجري في غد. نبينا
ذكرت عندما رجع الحسين عليه السلام إلى خيامه في يوم العاشر من المحرم، جاء ليودع النساء والأطفال، ثم ركب جواد، سمع صوتا ينادي مهلا مهلا يا ابن الزهراء، مهلا ذلك زينب تنادي. نعم يا أختاه، نزل لها إجلالا واحتراما، أخي أبا عبد الله افتح لي قميصك. جاءت إليه قبلته في صدره، شمته في نحره، قبلت جبينه الطاهر، ثم التفتت إلى المدينة وقالت السلام عليك يا أمة. لقد أديت الوصية. فقال الحسين عليه السلام يا زينب وما الوصية؟ قالت في آخر يوم في حياة أمنا نظرت إلي، قالت لي يا زينب في يوم العاشر من المحرم إذا بقي الحسين وحيدايا فقبليه في صدره، شميه في نحره، وقبلي جبينه. فهذه وصيتي إليك. أنا ما حكون موجودة يا زينب في ذلك اليوم، هذا مني. قلت يا أماه ولم صدره؟ لأنه سيسقط تحت الخيول. وماذا عن جبينه؟ يغمى بالحجارة. وماذا عن نحره؟ ثم لما سمع المولى اسم أمه توجه نحو المدينة، قال أمه عليك مني السلام، ما أشوقني إليك. ثم أراد أن يتوجه إلى الميدان، جاءته برضيعه، يا أبا عبد الله هذا رضيعك سيموت من العطش، خذه إلى القوم علهم يسقون. أخذ المولى رضيعه، توجه نحو القوم، قال يا شيعة آل أبي سفيان، إن كان للكبار ذنب فما ذنب هذا الرضيع؟ خذوه واسقوه ماء وأرجعوه إلي. فجعل القوم يتخاصمون، بعضهم يقول اسقوه ماء والبعض يقول لا. فالتفت اللعين عمر بن سعد إلى حرملة وقال يا حرملة احسم نزاع القوم. يقول فوضعت السهم في كبد قوسي والطفل على يد الحسين، فجاءت ريح كشفت عن عنق الغلام الصبي الصغير، وكأني أنظر إلى عنقه وكأنه كأبريق فضة. فرميت السهم
في عنق عبد الله وهو على يدي الحسين، فصاح المولى: إنا لله وإنا إليه راجعون. رجع إلى أخته زينب: يا زينب، أبا عبد الله، هل سقوا الغلام؟ هل سقوا الصبي؟ أعطوه ماء. قال: يا زينب، جدي رسول الله سقاه ماء. يا زينب، قتلوا عليا. الشريف إلى السماء لم تنزل له قطرة. ثم قالوا: ما نصنع؟ الأم تنتظر. يا رباب، عظم الله لك الأجر. آه يا ابني، أنا لو أن أدري تروح لأجل الماء، أنا كان أسقيك بدمع عبد الله. يا بعد امك تلل يا ولدي، اريد اسمع صوتك تلل. وقف على حيلك وياي إن شاء الله لحظات. نواسي الزهراء سلام الله عليها ببعض الأبيات إن شاء الله. بارك الله بكم. وحسينا 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 وشهيداً وشهيداً ما شاء الله. وغريباً وغريباً ما شاء الله ما شاء الله. وإماماً يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها يا اشفع لنا اشفع لنا. آه مولاي أبا عبد الله، اشفع لنا عندك حاجة يا وجيه. اشفع لنا اشفع يا وجيها يا وجيها، اشفع لنا مولاي أبا عبد الله. مولاي أبا عبد الله اشفع لنا بعد مرة. مولاي أبا عبد الله مولاي اشفع اشفع لنا
آخر مرة يا وجيها يا وجيها اشفع لنا اشفع يا وجيها يا وجيها اشفع اشفع مولاي أبا عبد الله مولاي أبا لا اشفع لنا مولاي أبا عبد الله مولاي أبا اشفع لنا جاهك عظيم المنزلة وليلة وداع الليلة وشن بخيام موادعك نسمع عتاب العلا نسمع عتاب العلا هذا النص أغاتي جاهك عظيم المنزلة وليلة وداع الليلة وشن بخيام موادعك نسمع عتاب العلا نسمع عتاب هو النوناحي بالعائلة ودم الدمع هاتسيلا وإحنا الشفاعة عيلتك وإحنا الشفاعة عيلتك شف الرجاء انشيلا شف الرجاء اي بعد بعد شف الرجاء بهاي المدامع والآه اشفع لنا عند الله مولاي أبا عبد الله اشفع لنا اشفع يا وجيها عند الله يا وجيها اشفع لنا يا وجيها يا وجيها مولاي أبا عبد الله مولاي أبا اشفع لنا إلى خادم الحسين المخلص الحاج هيثم سعود الكربلائي هالليلة يحسيني الخدر دمعة حزن تذرفها وباكر مصابك يبتدي بأنصارك وموقفها بأنصارك وموقف هالليلة يحسين الخدر دمعة حزن تذرفها وباكر مصابك يبتدي بأنصارك وموقفها يبرز حبيب وصفوته وللمعركة يشرفها وللمعركة يشرف وتوقع ضحايا مخضبة وتوقع ضحايا مخضبة ودار المنايا يلفها بشبك حبيبة وبالواه اشفع لنا عين بشبت حبيبة وبالواه
اشفع لنا مولاي مولاي أبا اشفع لنا اشفع لنا يا وجيها عند الله يا وجيها اشفع اشفع يا وجيها مولاي أبا عبد الله مولاي أبا لا اشفع لنا أو تتكالب عليك المحن بيك العيدة تتشفى من يبرز ابن المجتبى وبيض السيوف تزف وبيض السيوف ويتعالى صوت من الخيم ويتعالى صوت من الخيم ابن الحليب وفى ابن الحليب وفى ويا حسين اريد بمصرعه ويا حسين اريد بمصرعه بالدم تحني جفن بالدم تحني جفن بالحين تمن دمع اشفع لنا عين يا قاسم بالحين تمن دمع اشفع لنا مولاي أبا عبد الله مولاي أبا لا اشفع يا وجيها عند الله يا وجيها ما شاء الله ما شاء الله اشفع لنا اشفع يا وجيها يا وجيها ماكو وقت ما احسنتم رحم الله او باكر شبيه المصطفى بالحومة يقرب وعده وسيوف وما يتوذر وفوق الرمال توستر وباكر شبيه المصطفى بالحومة يقرب وعده وفوق الرمال توسدر وتدنى لأم الثاكلة وتجري دمعها بخدر وتنحب يا ويلاه اذبحه وتنحب يا ويلاه اذبحه ابن الشبيه بجد وتتنوحي وتنحب يا ولا اذبحوا ابن الشبيه بجد ابن الشبيه بلتن تحب اشفع لنا عندك مولاي بلتن تحب واويلا اشفع لنا مولاي أبا عبد الله مولاي أبا عبد اشفع لنا يا وجيهان
يا وجيها ما شاء الله. مولاي أبا عبد الله اشفع لنا. مولاي أبا عبد الله ما شاء الله. مولاي أبا وباكر لابو فاضل عاتب ما بينك وما بينه. وباكر لابو فاضل عاتب ما بينك وما بينه. من يوقع على المشرع ومقطعه شفينه وباكر لابو فاضل عتب ما بينك وما بينه. من يوقع على المشرع ومقطعه شفينا وش حال قلبك لو سمع وين الكيف اللي المنية بعينا السهم المنية باكر لابو فاضل عتب ما بينك وما بينه. من يوقع على المشرع ومقطعة شفينا أهلا هلا بعد ومقطع وش حال قلبك لين سمع لو سمع وين الكيف اللي وين ما تدري زينب بالقمر سهم المنية بعين بشف الكفيل ويا اشفع لنا عندك يا ابو فاضل. بشف الكفيل ويامنا اشفع لنا. مولاي ابا عبد الله اشفع لنا يا وجيها مولاي اشفع لنا. وين أصحاب الحوائج هلا يا وجيها مولاي أبا عبد الله اشفع لنا بعد مرة مولاي باكر وحيد بكربله شايل رضيع نشوفك
تطلب له ماي من العدة وجيش الظلال الطوفة وباكر واحد بكربلة شاي الغاضي عين شوفك تطلب له ماي من العدة وجيش الظلال الطوفك وجيش وتربى على الغدر وأهل الغدر متعوفك ترمي الراضي عب من حارة ترمي الراضي عب من حارة ويتهاوى طفل عبد الله اشفع لنا عند مولاي بنحر الطفل عبد الله اشفع لنا يا وجيها يا يا وجيها ما شاء الله ما شاء الله مقضية الحوائج إن شاء الله مولاي أبا عبد الله يلمحنتك ما تنتهي وما ينوصف إحساسك حين النظر تلمت زارة وقلبك عليها تماسك وقلبك عليها تماسك هي المحنتك ما تنتهي وما ينوصف إحساسك حين النظر المجزرة وقلبك عليها تماسك وتوقع جريح بحومتك وتنازع بأنفاسك وتنازع يدنا الشمر يم جثتك يدنا الشمر يم جثتك وبسيفه يقطع راسك يا المحنتك ما تنتهي هيثم سعود الكربلائي هي المحنتك ما تنتهي وما ينوصف إحساسك حين النظر تلمت زارة وقلبك عليها تماسك توقع جريح بحومتك توقع جريح بحومتك وتنازع بأنفاسك يدنا الشمر يم جثتك يدنا الشمر يم جثتك هو بسيفه يقطع راسك هو بسيفه نحرك إلى ضمجة اشفع لنا عند الله نحرك إلى ضمجة اشفع لنا عند الله يا وجيها يا
وجيها عين.